حياكم الله مشاهدينا، ونبقى مع أخبار وزارة الصحة، حيث احتفلت وحدة اضطرابات النوم في مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة أمس باليوم العالمي لأمراض النوم تحت شعار حافظ على إيقاعك لتستمتع بحياتك. تهدف الفعالية إلى نشر ثقافة التوعية بين أفراد المجتمع بأهمية فهم وإدراك طبيعة ساعة الجسم البيولوجية وطريقة عملها وعلاقتها بدورة النوم والاستيقاظ وتأثيرها على صحة الإنسان. المزيد في هذا التقرير. ما يقارب 900 مريض ترددوا على عيادة اضطرابات النوم في مستشفى زين في العام الماضي، و10% في البلاد يعانون من أرق في النوم، و20% يعانون من توقف في التنفس أثناء النوم. فإحنا ننصح جميع المرضى والمراجعين اللي عنده فيه مشكلة في موضوع إن عدم انتظام في النوم، إنه يراجع مختبر النوم في مستشفى زين، يعتبر مختبر رئيسي لعمل فحوصات المناسبة وعمل التحاليل المناسبة لمعرفة إن كان عنده مشكلة بالنوم ولا لا. أثبتت الدراسات إلى أن اضطرابات الساعة البيولوجية قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة وجود بعض الممارسات أو طبيعة العمل. مشاكل كثيرة متنوعة مختلفة، يعني من أبسطها مثلا هو الجيت لاج اللي هو الأثناء اللي يحصل أثناء السفر. في بعض الأشخاص اللي يكون عندهم الورك شيفت اللي هم الشفت الليلي يكون عندهم مشاكل، كذلك لبعض الأطفال خاصة المراهقين تغير مواعيد نومهم، تصبح تتأخر ينامون بشكل متأخر، وكبار في السن ممكن يميلون إلى النوم المبكر. علاج سلبيات اضطرابات الساعة البيولوجية تعتمد على طرق عدة كالعلاج الدوائي أو تنظيم ساعات النوم للوصول إلى الساعة البيولوجية المنتظمة. من أبرز الحلول هي تثبيت ساعة الاستيقاظ، التعرض للشمس لمدة ساعة بشكل يومي، الالتزام في هذا البرنامج خلال فترة العلاج إلى أن يصل المريض إلى ساعة النوم المناسبة. إجبار على النوم قد يصعب، لكن الإجبار على الاستيقاظ يعني يجب الالتزام فيه. وأحيانا نضطر إلى أن نستخدم بعض العلاجات الخاصة مثل الهرمونات لتنظيم النوم أو العلاج بالشمس مثل الكشاف هذا أو الشمس. إذن تتأثر صحة الإنسان نتيجة الاختلال في الساعة البيولوجية التي لها دور في تحقيق التوازن وتنسيق العمل ما بين أعضاء الجسم. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.